حياتهم الشرائية. اليوم الوضع الاجتماعي وصل إلى درجة من غير المقبول. هذه الوقفة الاحتجاجية اليوم هي واحدة من 60 وقفة اللي كاينة على المستوى الوطني في 60 مدينة احتجاجا على الوضع اللي كيعيشوه المغاربة، وضع اجتماعي مأزوم نتيجة الغلاء ديال الأسعار، غلاء غير مسبوق اللي انهارت على إثر القدرة الشرائية للمغاربة. يعني من بعد الأزمة ديال الكوفيد كتجي هذه الأزمة التضخمية، واللي ماشي فقط كيف ما كتقول الحكومة أن السبب أنه تضخم مستورد، بل بسبب ديال سياسات عمومية طيلة سنوات في مجموعة من القطاعات على رأسها القطاع الفلاحي، اللي خلات أنه المغاربة اليوم للأسف ما بقاوش قادرين يشريوا حتى المواد الأساسية البسيطة اللي ضرورية في حياتهم اليومية. وبالتالي اليوم خرجنا نحتجوا، نعبروا على الغضب ديالنا على هذا الوضع الاجتماعي، وهذه مبادرة نضالية أولى، أكيد بأن غتبعها مبادرات نضالية أخرى، لأنه ما يمكنش نبقاو ساكتين كقوى ديمقراطية كجبهة اجتماعية اللي كتعبر على المغاربة وعلى المطالب ديالهم الاجتماعية. ما يمكنش نبقاو مكتوفي الأيدي أمام هذا الاستمرار ديال الهجوم على المكتسبات الاجتماعية، وفي ظل كذلك انفصال الحكومة على الواقع، تصريحات الحكومة ومواقفها للأسف لا تغني ولا تسمن من جوع، وما كان حتى شي إجراء ملموس. اقترحنا مجموعة من الإجراءات على المستوى الضريبي، على مستوى تسقيف يعني الأسعار، على مستوى تحديد هامش الربح، ولكن للأسف الحكومة ثابتة يوم بعد يوم أنها كتخدم المصالح ديال الرأس مالي في المغرب، وما كيهمهاش الفئات الواسعة والشرائح الواسعة من المغاربة اللي كتعاني من التفقير. كفى من هذه السياسات ديال الإغناء الغني وإفقار الفقير، كفى من السياسات ديال عدم وجود، عدم إيجاد وعدم القدرة وعدم الإرادة السياسية في إيجاد الحلول للقضايا ديال المغاربة. والقضية الأولى هي قضية القوت اليومي اللي مطروحة، القوت اليومي ديال المغاربة. مفروض يكون هناك إرادة سياسية للقطع مع السياسة النيوليبرالية اللي واضح اليوم أن وصلت بنا إلى الحائط. المفروض أن إعادة النظر مجموعة من السياسات، المفروض كذلك إيجاد الحلول العاجلة والحقيقية لارتفاع الأثمنة والأسعار في بلادنا. وحنا قدمنا مجموعة من الاقتراحات، وهذه الاقتراحات المفروض أن يجب الأخذ بها، لأن هي واتخذت حتى في الدول اللي هي تقدم، اللي هي ديمقراطية واللي هي غربية واللي هي ليبرالية. والحال أننا اليوم في المغرب ما كاينش قرارات جريئة لمواجهة الأسعار. حنا كنقولوا حان الوقت باش إيجاد هاد القرارات، وكفى من الحلول التصريعية والباهتة اللي ما يكونش عندها أثر، لأن على أي حال ما كتحلش المشكل بشكل حقيقي، بل فقط هي لإعلان على حسن نية وعلى مجموعة الحلول. المفروض أن خصها تكون منطلقة من المصلحة ديال المغاربة، منطلقة كذلك من الضرورات إيجاد مجموعة ديال الميكانيزمات، مجموعة ديال الآليات بما فيها الآليات القانونية لتحديد الأسعار الأثمنة ديال بعض المواد، خصوصا المواد المعيشية الأساسية، كذلك إعادة النظر في سياسة التصدير ديال المواد الفلاحية اللي كنا حنا اليوم واضح أن المغاربة مابقاوش كيلقاو المطيشة، البطاطا، الأشياء الأساسية اليومية مابقاوش كيلقاوها في السوق بالأثمنة المناسبة. والحال أن القدرة الشرائية ديال المغاربة هي محدودة، وخص يجب إيجاد الحلول لكل هاد الإشكالات هذه. وكنطالبوا بحوار وطني فيما يخص القدرة الشرائية ديال المغاربة، لإيجاد الحلول الحقيقية، ومابقاش السياسات تحكم فيها مجموعة ديال اللوبيات ومجموعة ديال الشركات الاحتكارية.